هي دي اتكسرت ليه؟ ولا دي مش مكسوره؟ لا مش مكسوره، ده ستايل. واضح انها وقعت على دماغك. على دماغنا؟ ايوه. والحته اللي تحت كمان اصلك بقيت متر و3 سنتي. انت طولك كام صحيح يا خالد؟ مترين. اه 15 مثلا و13. خليهم مترين. لو بالكاب بقى يبقى كام؟ 2 متر مثلا 20. بالعكس الشعر بيهبط بالكاب، بقصر اكتر. ماشي يلا. 1. النجم خالد سليم بتخاف من الحسد؟ طبعا. على ايه يعني بتخاف من الحسد ليه؟ عشان انا 2 متر يا ابني، فالطول شاحح اليومين دول. طب طب. فواحد زيك ممكن يحسدني طبعا، فطبعا بخاف من الحسد. لا خلي بص خالد، ما تخليش في الموضوع هزار، خلي صداقتنا بره الاستوديو. صداقتنا؟ خلي صحبتنا بره الاستوديو. عزيزه عليا جدا الصداقه دي والله، فاهمني؟ يعني ما تاخدش الموضوع كلها هزار. بس شغل هزار. شغل. بالظبط، ده انا عايز اقوله، ده انا عايز افهمه لك. ما تاخدش الامور كلها هزار في هزار، عشان ده يتحسب عليك. دي الحلقه الـ60 من البرنامج، وفي جمهور قاعد، فيتحسب عليك. الناس هتخرج تتكلم. نكمل ولا ايه؟ فيقولوا ان خالد مش عامل فرق بين الصحوبيه والشغل. طب نكمل يلا. طب قول لي هتقول ايه كده، هراجع معاك. مش هقول لك، لا اسالني وانا اجاوبك على طول. ما انا لازم اراجع معاك. احسن تقول حاجه تضرك. ما تقلقش، انا متحمل مسؤوليه ردي برضه. انا بس عايز المعك، انا صحبيتي تفرض عليا ان انا. ربنا يكرمك ويخليك يا رب. مجرد ان انا قاعد معاك كده في البرنامج ده هيعمل لي فرق كبير جدا في حياتي ان شاء الله. طبعا عايزك بقى تلعلع كده في الحلقه وتطلع كل اللي جواك. ارجوك. عطني وش عندك يلا قول. انا عايز المعك وعايز في نفس الوقت الحلقه تنجح، مش عايز بعد ما نصورها اشيل 3/4 في المونتاج. تمام خلاص يلا. خلاص يعني حصلت، انا في 4 حلقات راكنهم مش هزعهم، مش عايز اقول لك مين الاسامي يعني. مش مهم يلا انا جاهز اهو. اوكي يلا. النجم خالد سليم، الجمهور هو ترمومتر الفنان، واحنا معانا هنا جمهور يحب ان هو يشارك معاك في الحلقه. ليش تحب تسمع رايهم؟ اكيد طبعا. في حد يحب يشارك؟ بنت بقى. اه بنت، هو بيحب البنات. خالد سليم، انت غنيت خليجي اكتر من العربي، يا ترى عشان انت بتحب الخليجي فعلا ولا عشان هو مربح ماديا اكتر من الغنى المصري؟ ايه؟ عشان هو مربح ماديا؟ هو خليجي خليجي وعربي. لا ما تجاوبش عليها خالد، مش مهم. بس ما سمعتش. خليجي ده مش عربي؟ ما سمعتش السؤال والله. هو خليجي مش عربي؟ لا مش عربي، مش مصري يعني، في ناس ما بتفهمش. ايوه ماشي، خليجي ده ماشي، من حقه يغني حاجه تجيب له فلوس. امال ايه يعني؟ مش في لبس وعربيات وبنزين وحاجات كده؟ ولا عشان ما لقيتش يعني نجاح؟ لا ما لقاش ايه بس يا ماما، انت بتخرفي بس. كلمه ثانيه هتحصلي زميلك بره. يلا يا خالد، كاميرا عندي هنا. يلا يا خالد جاوب عليها، جاوب يلا. ما انا اقول السؤال ثاني بس عشان بجد مش سامع السؤال. انت بتغني خليجي علشان الفلوس، عشان محتاج فلوس عشان تغير العربيه واللبس والحاجات دي، ولا بتغني خليجي ليه؟ هو اساسا مش انا اللي بغني. انا بس بطلع بحرك شفايفي، وده اعتراف لاول مره يعني بقوله بصراحه يعني في البرنامج. اعتراف لبرنامجنا وجهه نظر. ف بس انت عارف طبعا ان طب انت ازاي يعني سواء بقى المصري او يعني سواء بقى انتاج مصري او انتاج خليجي او عربي بيجيب فلوس، والفلوس هي الاهم. عطني وش عندك يلا قول. جاهز يا خالد؟ جاهز؟ نعم اتفضل. 1. النجم خالد سليم، زي ما قلنا الجمهور هو ترمومتر الفنان، فاحنا نزلنا الشارع عملنا تقرير وعايزينك تتفرج عليه ونكمل حوار. ماشي؟ اتفضل. خالد سليم هو مطرب كويس، بس يا ريت ما حاولش يغني الاغاني القديمه عشان تلاقي الفنانين الكبار وهو بيبوظها. فنان خالد سليم، انا شايفه ان انت بتهتم بنيولوكي بتاعك احسن من الاغاني، يعني بتهتم بشعرك وبتهتم ان انت تلبس لينزز، فعمري ما شفت مغني يقدر يعمل اللي انت بتعمله ده، فركز بقى شويه في الغنى يعني لو انت شايف ان صوتك حلو اصلا يعني. صح. الفنان خالد سليم، انا كنت هسال حضرتك بس سؤال، انا حضرت لك حفله قبل كده لايف، لقيت صوتك مش حلو خالص، انا عارفه ان انت سمعت ان انت بتعتمد على المحسنات، فانا عايز اعرف الكلام ده حقيقي ولا لا، يا ريت ترد عليا. الفنان خالد سليم انت مطرب كويس، بس فشلت في تجربه التمثيل. مظبوط. ردك ايه على جمهورك يا خالد؟ رد ايه على جمهوري؟ اللي هم شايفينه صح، انا مش هقدر اتعقب عليه خالص يعني. طيب هم دلوقتي شايفين انك فشلت في التمثيل يعني؟ طبعا بشكرهم على كل الكلام ده، بس هحاول ان انا يعني اعمل حاجات احسن يعني عشان احاول ارضيهم يعني. هتحاول ايه؟ ايه الخطه انت حاطها لنفسك يعني؟
ولا سايبها كده؟ سايبها كده يعني الحكايه. هحاول اشوف ايه الاغلاط اللي انا غلطتها. ولا الاغلاط انت لا مش اغلاط هي يعني ممكن تكون غلطه او غلطتين ما تعرفش بقى يمكن يبقى في حاجه اكتر. ايوه ايه الخطه اللي حاططها لنفسك يعني؟ ولا ماشي عمياني كده سايبها كده؟ يعني هشوف الكلام اللي هم قالوه ده انا يعني ركزت. انت اول مره تسمع الكلام ده خالد يعني بمنتهى الصراحه؟ لا سمعته كتير طول ما انا ماشي بسمعه. عطني وش عندك يلا قول يلا. ما انا عايز اخلص انا كمان والله عشان بيطقطق. يلا 5 4 3 2 1. الفنان خالد سليم، علاقتك بالوسط الفني اخبارها ايه؟ كويسه جدا الحمد لله. تديها كم من 10 كم من 100 مثلا؟ ملحنين موزعين يعني المنتجين شركات الكاسيت 80% الجمهور اللي بيسمعك اللي ما بيسمعكش تديهم كم في المية؟ 80% 80% مش رقم كبير على حد لسه بيغني بقاله سنة أو سنتين؟ بس الحمد لله علاقاتي من قبل ما أغني يعني. علاقاتي في الوسط الفني. عملتها ازاي قبل ما تغني وانت بتغني أصلا؟ هي اللي خلتني بقى أغني. يعني انت كنتش ناوي تغني ده صدفة؟ لقيت أصحابي بقى بيقولوا لي ايه رأيك ما تغني فرحت أغني. هي دي المشكلة على فكرة أصحابك. طيب احنا معنا تقرير جهزناه من داخل الوسط الفني، تعال نشوفه ونكمل حوارنا مع بعض. الفنان خالد سليم فنان جميل جدا وانا بحبه يعني على المستوى الشخصي، بس عايز اقول له على حاجه يعني نصيحه مهمه جدا الفتره الجايه عشان نقدر نشتغل تاني مع بعض. انا محتاج بس ان هو يهتم بتمارين الصوت، لان خالد في الاستوديو بيتعبنا يعني النشاز والتيونينج في اللحن ده بياخد مننا وقت عشان نقدر نظبط صوت خالد يعني. أيوة. فانا يعني يا ريت يا خالد الفتره الجايه عشان نقدر نشتغل تاني مع بعض نركز شويه في تمارين الصوت ونحسن صوتنا شويه، ومش عايز اقول لك يعني تعمل ايه، المهم عايزين صوتك يبقى كويس عشان احنا تعبنا بجد في الاستوديو. اهمال، انت مهمل في نفسك. مش شغلتي اصلا يا عم. مش شغلتك ليه؟ طب ليه دخلتها لما مش شغلتك؟ شهره اصحابك. شهره واصحابي. انصحك نصيحه ما تعرفش اصحابك. انا اللي بنتج تاني. انا اللي بنتج شغلي برضه. انصحك نصيحه ما تعرفش عشان كده بغني في استوديو وحاطط رجلي على رجلي برضه. ده الموزع احمد عادل طبعا ده حبيبي. معروف ده حبيبي ده راجل محترم. يبقى قال لك مش هنشتغل تاني مع بعض لو ما اتمرنتش. ده انا شرف ليا ان هو اتكلم عني. ما انت خالد بتسيب تمرين الصوت وتروح الجيم، ما هي دي مشكله. لا وبروح مطاعم برضه واكل وكده فغلط. والوقت ده يعني طب ما كنت بتقضي الصوت فاضي بقى اعمل ايه؟ فاضي. ما انا قلت لك بحرك شفايفي بس. مفيش محسنات في مصر فانت قاعد دلوقتي. شحت السوق. انت في ازمه يا خالد.